بسم الله الرحمن الرحيم. احدى طرق حل المعادلة التفاضلية طريقة يسموها معادلة اويلر. معادلة اويلر زين، معادلة اويلر شلون تقدر تميزها انه هذه معادلة اويلر؟ الصيغة العامة مالتها شنو؟ الصيغة العامة مالتها انه كل حد بي متغير وبي مشتقة، كل حد بي متغير ومشتقة متساوي الدرجة مع الرتبة، يعني درجة المتغير تساوي رتبة المشتقة. يعني شنو؟ احنا عندنا هنا مشتقة، مشتقة فرضا من الرتبة الثالثة، نلقي وياها متغير من الدرجة الثالثة، عندنا هنا مشتقة من الرتبة الثانية، يعني مشتقة الثانية نلقي وياها متغير من الدرجة الثانية وهكذا. وقد يكون تساوي صفر فتكون متجانسة، وقد تكون لا تساوي صفر فسموها نون هوموجينيوس. واضح؟ فالصيغة العامة يعني اكو حالة خاصة من نشوف اكو صيغة من المعادلة التفاضلية، وهي انه عندنا مشتقة من رتبة معينة وبصفها متغير من نفس درجة تلك الرتبة، بحيث هنا من الرتبة الثالثة هنا متغير من الدرجة الثالثة، وهنا من الرتبة الثانية هنا متغير من الدرجة الثانية، وهكذا دائما بكل حد اكوش عندك متغير ومشتقة. من نشوف هاي الصيغة فيعرفها انه هاي معادلة يسموها اويلر، بعض الحين يسموها اويلر كوشي، نفس الشيء يسموها همينة. فالصيغة مال الحل، مال طريقة الحل، هي شو نسوي طريقة الحل؟ نفرض هاي بروسيجر مال الحل، طريقة الحل شو نسوي؟ نفرض انهم الواي تساوينا اكس اوفر ام، نفرض هاي فرضية تفرض، فمشتقة الواي شو يسوينا؟ هذا باعتباره الام اس، فمن اشتقها شو يسوينا؟ ينزل الاس ونقص من الاس واحد، فشو يصير؟ ام ينزل، الام ينزل هنا ونقص من الاس واحد، فيصير ام ناقص واحد الاس. واضح؟ بعدين اضرب الطرفين في اكس، اضرب هنا انا في اكس واضرب هنا انا في اكس، شو حصير؟ اكس في الواي برايم في المشتقة شو يسوينا؟ هاي اكس اس واحد، انتبه لي، عند من اذا الاساسات متساويه فش نسوي؟ الاسس نجمعها، فش يصير عندي الاسس هنا؟ يصير ام ناقص واحد زائدا واحد، ناقص واحد ويزاد واحد يروح، شوف قالنا يبقى لنا اكس اس ام، اضرب الطرفين في اكس فصير عندي هاي الصيغه. بعدين اني اذا عندي بالمعادله مشتقه اولى فهذه الفرضيه تكفي، اذا عندي مشتقه ثانيه لازم اشتقها ثانيه، إذا عندي مشتقة ثالثة لازم أشتقها إلى المشتقة الثالثة. فإذا عندي مشتقة ثانية شو أسوي؟ هاي مشتقيناها مشتقة أولى، مشتقينا مشتقة أولى، مشتقة ثانية مالها شو يصير؟ واي دبل برايم. هاي هنا أنا همينة أنزل الأس فهذا أم، ونزل الأس هذا أم ناقص واحد، ينزل أم ناقص واحد، ونقص من الأس واحد فهو أم ناقص واحد، ونقص منه واحد يصير الأس أم ناقص اثنين. واضح؟ صار ام ناقص 2. ما دام هذا مشتق من الرتبه الثانيه اضربها المعادله الثانيه بمتغير اكس تربيع، اضربها باكس تربيع لانه هذا الرتبه الثانيه، فاضربها بمتغير من درجه نفس رتبه المشتقه، فاضرب هنا اكس تربيع، لازم هنا هم اضرب اكس تربيع. عندما تساوي الاساسات الاسس تجمع، فعندي ام ناقص 2 زائد 2 فيروح يصير اكس اس ام مقاس صاعد الجاهد. واضح؟ وهسه اجي اعوضها بالمشتقات، هسه ناخذ امثله ونشوف طريقه الحل واعوضها بالمعادله الرئيسيه. هاي في حاله اذا كانت المعادله شنو قلنا؟ متجانسه. شنو يعني الاف اوف اكس شو يساوي لنا؟ صفر. الاف اوف اكس يساوي لنا صفر، اللي هو هذا الاف اكس f(x) يساوي لنا صفر. اذا كان f(x) لا يساوي صفر فهي غير متجانسه، فالحل مالها حيكون y general يتكون من حلين، y homogeneous نساوي المعادله للصفر ونطلع y homogeneous زائدا y particular. ال y particular شلون طلعه؟ اللي هو الحل الخاص y particular شلون طلعه؟ اطلع انه اذا كانت المعادله غير متجانسه
الاف اوف اكس لا يساوي صفر، افرض همي هنا فرضي الاخ لايجاد واي بارتيكولار، افرض الاكس يساوي لنا اي اس تي، اي اس تي الاكس يساوي لنا اكسبوننشال متغير سمي تي. اذا اخذ لن للطرفين لن هنا واخذ لن هنا، فلن اكس يساوي لنا هذا اللن، دائما قلنا اللن عكس يختصر وياه شبقى لنا اللن يساوي لنا لن اكس يساوي لنا تي، واضح؟ لن اكس يساوي لنا تي. هسه عندنا لايجاد الواي هوموجينيوس اللي هي الاف او اكس يساوي لنا صفر، افرض هاي فرضيه اللي هي واي يساوي لنا اكس اس ام واشتغل. واذا كانت المعادله غير متجانسه اطلع واي بارتيكولار، شفرض افرض الاكس يساوي لنا اي تو باور تي. فعباره عن الحل طريقه حل بروسيجر كل سهل، بس حفظوا البروسيجر. ويسموها قلنا يسموها طريقه كوشي اويلر او يسموها اويلر. فش عندنا؟ عندنا الان هذا حيطلع به ثلاث حالات، ثلاث قيم، اما ام 1 وام 2 ما متساويات. هاي اذا كانت عندنا شنو قلنا؟ اذا كانت عندنا المعادله من الرتبه الثانيه فيطلع او تصير من الدرجه نحولها الى معادله، مو قلنا من الرتبه الثانيه نحولها الى معادله من الدرجه الثانيه ونطلع قيم المتغيرات اللي هي ام. فما دام الدرجه الثانيه فعندنا قيمتين للام، فاما الام 1 لا يساوي ام 2 ما متساويات، فالهواي هوموجينيا الصيغه مالتها هاي. تذكرون كنا هناك شو نقول الواي هوموجينيوس لما نطلعها؟ نقول سي 1 اي تو باور ار زائدا سي 2 اي تو باور ار 1 طبعا ار، مو شايف ايش الصيغه العامه ذي شو كانت مالتها؟ فهنا ماكو الاي يصير اكس، واضح؟ هاي الصيغه العامه مال الواي هوموجينيوس. اذا كانت الام 1 لا يساوي ام 2، اذا متساويات الام 1 ويا الام 2 فنضرب في لين اكس. هناك ايش بدنا نسوي؟ نضرب في اكس، صح لو لا؟ اذا كانت متساويات ار 1 يساوي ار 2 كان بالصيغه ذي شيء مو كوشي، مو الطريقه هذه ذي شيء الطرق، كان نضرب بس اكس. هسه نضرب في لين اكس. اذا كان ام 1 وام 2 يسموها ايماجينري خياليه اللي تطلع بالجذر سالب، تذكرون ولا لا؟ فكان الصيغه شو يساوي لنا؟ كنا نقول هنا نقول اي تو باور الفا اكس، مو صح ولا لا؟ اذا هنا اي تروح تصير اكس اس الفا، الالفا يا قيمه القيمه الحقيقيه، والبيتا هي القيمه اللي ويا الاي اللي هو الجذر السالب. سي 1 كوساين لين بيتا لين اكس، وهذا سي 2 ساين بيتا لين اكس. هناك كان ماكو لين اكس، اكس كان بيتا اكس واكس، هنا صار لين اكس، واضح؟ فعندنا ثلاث حالات، اما القيمتين متساويه او القيمتين غير متساويه، او اكو قيم يسموها ايماجينري خياليه نتيجه القيمه تحت الجذر سالب. فايت للصيغ. سناخذ لنا مثال بسيط. احنا من نشوفها هسه عندنا سولف اكس تربيع واي دبل برايم 2 اكس واي برايم 4 واي يساوي صفر. من نشوف انه عندنا كل حد انتبهوا لي، كل حد اكو مشتقه واكو متغير، والمشتقه والمتغير بنفس المشتقة والمتغير اللي من الرتبة نفس ديش الدرجة، يعني هاي المشتقة من الرتبة الثانية مضروبة في متغير من الدرجة الثانية، مشتقة من الرتبة الأولى مضروبة متغير من الدرجة الأولى. هاي مو مشتقة ما أخش وياها، هاي متغير مو مشتقة واي ما أخش وياها. ما دام هنا الاف اوف اكس يساوي لنا صفر معناتها هاي هوموجينيوس. فالطريقة مالتها ايش نفرض؟ قلنا الواي يساوي لنا اكس اس ام، صح لو لا؟ هاي نفرضها. من فرضنا الواي يساوي لنا اكس اس ام، الواي برايم ايش حيساوي لنا؟ حيساوي لنا نشتقها ام ينزل الاكس، شو يساوي لنا؟ ام ينقص منه واحد،
اضرب الطرفين باكس على مود اخلص من هذه، فشي سنه حيسوي لنا منها خلينا نقول هيك هذه الاكس واي برايم لما اضربها بالطرفين شي يساوي لنا؟ يساوي لنا ام اكس اس ام، لانه لما ضربناها في الاكس اس واحد، واحد وناقص واحد تجمع الاسس يروح يبقى بس اكس اس ام. الواي دبل برايم لما اشتقها حيصير عندي، حيصير عندي ام مو اشتق هذه، وهذا ينزل ام ناقص واحد بين قوسين ام ناقص واحد الاس مالته، وانقص من الاس هم واحد، فشي يصير اكس اس ام ناقص قد 2. اضربها باعتبار هاي من الرتبه الثانيه، اضربها بالاكس متغير من الدرجه الثانيه اكس تربيع واي دبل برايم، شي يساوي لنا؟ اضربها هنا هم اكس تربيع، فالتربيع يروح ويا ناقص 2، شو يبقى؟ يبقى عندي ام ام ناقص واحد في الاكس اس ام. هذه عندي، وهذه اعوضهن بالمعادله اللي عندي. شوف هسه المعادله عندي، معادله عندي اكس تربيع واي دبل برايم، اكس تربيع واي دبل برايم شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ام بين قوسي ام ناقص واحد في الاكس اس ام. اشيل هسه هذه واعوض مكانها ما يساويها، حسب هذه طلعناها ايش عندي؟ عندي عندي 2 اكس واي برايم، اشيل هاي 2 اكس واي 2 في ما يساويها، شو يساوي لنا؟ ام في الاكس اس ام 2 في الام اس ام. الواي اشيلها شو اعوض مالتها؟ اعوض مكانها ما يساويها، شو يساوي لنا؟ اكس اس ام، اعوض مكانها اكس اس ام، شو يساوي لنا؟ صفر. فصارت عندي هاي المعادله، هاي المعادله بسطها ام دخلها هنا شو يصير؟ ام تربيع ناقصا ام، ها قبلها العفو دكتور، بس العفو طبعا. يعني الشاشه السوداء يعني ترى من بدايه المثال لهذا الوان مرتين طلعت ورجعت ونفس الشيء. اي بس انت لو باقي طلعت نفس الشيء الشاشه السوداء. لا استاذ انا عندي موجوده دكتور واضحه. ايه يعني من يمك ما دام اكو طلاب واضحه يعني من يمك. المهم اكمل المثال، اكمل المثال. فصارت عندنا عوضنا، صار عندنا هذه. هسه اقسم كل المعادله على اكس اس ام، اقسمها على اكس اس ام، هذا نفس الشيء لحد الاخر الثاني اقسمه على اكس اس ام، هذا نفس الشيء اكس اس ام، وهذا من اكس اس ام طبعا هم صفر اكس اس ام، يبقى نفس الشيء صفر. فيختصر هذا يروح، هذا يروح اكس اس ام يروح. ايش بقت عندي؟ بقت ام في ام ناقص واحد، افتح القوس ام في ام، ام تربيع ام في ناقص واحد ام ناقص في ام، هذا حد ناقص اربعه يساوي صفر. بسطها صارت عندي هاي المعادله، هاي المعادله صارت ام تربيع ناقصا ثلاثه ام ناقص 4 يساوي لنا صفر. هاي المعادله هسه بالتجربه شو يصير لنا؟ اما ام ناقص 4 يساوي لنا صفر، او ام زائد 1 يساوي لنا صفر. فام طلعت عندي قيمتين 4 وناقص 1. فالواي هوموجينيوس حسب القاعده شو يقول؟ يسوي لي يقول لي حسب القاعده هنا طلعناها هذا مال كوشي شو يسوي لي؟ سي 1 اكس اس ام 1 و سي 2 اكس اس ام 2 ام 1 4 ام 2 ناقص 1. فهاي واي هوموجينيوس وما عندي واي بارتيكولار، ليش؟ لانه الاف اوف اكس يساوي لنا صفر. فهذا الجنرال سوليوشن، الحل النهائي مال هذه المعادله التفاضليه اللي هي معادله كوشي اويلر. شلون عرفت كوشي اويلر؟ عرفت كوشي اويلر لانه كل حد اكو عندي مشتقه وعندي متغير، المشتقة والمتغير بنفس الأرقام، هاي مشتقة من الرتبة الثانية متغير من الدرجة الثانية، مشتقة من الرتبة الأولى متغير من الدرجة الأولى، هاي بس واحد هنا ماكو مشتقة هنا ماكو متغير. واضح؟ واضح طلاب؟ واضح أستاذ واضح. زين هسه ناخذ مثال آخر، عندكم تشوف الشاشه طالعه مو ولا الشاشه مال المحاضره؟ نعم دكتور هسه ناخذ هذه
اوكي ناخذ هاي مثال. هاي المثال الثاني هذه نون هوموجينيوس، ليش؟ لان هذا الاف اوف اكس لا يساوي صفر، هذا الاف اوف اكس لا يساوي صفر، اذا هاي نون هوموجينيوس. زين انا اشوف شلون اشيكه، عندي مشتقة رتبة ثانية متغير درجة ثانية، مشتقة رتبة أولى متغير من الدرجة الأولى، هذا أس واحد يعني درجة أولى، وعندي هذا متغير ما عندي أنا واي يعني لا مشتقة ولا عدد ما عندي وياه أكس. أوكي فإذا هذه ما دام عندي كل حد أكوش مشتقة وأكو متغير مشتقة ومتغير، فمعناتها هذه معادلة كوشي أويلر أو بس أويلر. فالحل ما شنو؟ من طريق نفرض الواي اكس اس ان لما نشتقها الواي برايم شي يساوي لنا؟ يساوي لنا تعرفون شلون اشتقاقه، واي برايم شي يساوي لنا ام واي اكس عفوا اس ام ماينس 1، اضرب الطرفين بالاكس، ضربته بالاكس هذا هنا يصير اكس اس 1، فالنقص 1 الى 1 وجب 1 يروح، يبقى لنا هذا. بعدين عندي درجة ثانية أو رتبة ثانية عفوا مشتقة رتبة ثانية اشتقها مرة الأخ، اشتقاقها مرة الأخ شو يساوي لنا؟ هذه اشتقاق ثاني مالته حيساوي لنا واي دبل برايم يساوي لنا ام، وينزل ام ناقص واحد ينزل الأس يبقى الأكس، ونقص من الأس واحد فيصير ام ناقص اثنين، أضربها باعتبار رتبة ثانية فأضربها بالأكس تربيع، أضربها بالأكس تربيع وأضرب هنا بالأكس تربيع، فالتربيع يروح ويا ناقص 2 يبقى اكس اس ام. فاجي اعوض هسه مكان هذه اكس تربيع واي دبل برايم، عوض ما يساويها اللي يساوي لنا هذه القيمه، ومكان الاكس واي برايم ما يساويها اللي هي هذه، ومكان الواي ما يساويها اللي هي هذه، عوضنا اقسم كل المعادله واساويها للصفر، طبعا عوضها واساويها للصفر. ليش اساوي الصفر؟ على مود اطلع y homogeneous بعدين اطلع y particular واساويها للصفر اطلع y homogeneous. زين اقسم كل المعادله على x اس m، اقسم على x اس m فيروح هاي تروح كل هاي x اس m يحذف، شو بقى عندي؟ يبقى عندي هذه المعادله، بسطها فعن طريق التجربه طلعنا اما m ناقص 2 او m ناقص 3، فال y homogeneous هاي يساوي لنا c1 x اس M1 اللي هو ناقص 2 C2 X أس M2 اللي هو ناقص 3، خلصنا هسه من Y هوموجينيوس. هسه لازم أطلع ال Y بارتيكولار اللي هو نتيجة ال FX لا يساوي صفر، ال FX عندنا هنا ال F ال F X يساوي لنا X أس ماينس 2 X أس ناقص 2، فأطلع ال Y بارتيكولار. ال Y بارتيكولار ايش قلنا بالحل مالته؟ افرض الاكس يساوي لنا افرض هذه اي تو باور تي اكسبونينشال تي، اوكي هاي الاكس. زين الاكس اس ناقص 2 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا معناته اي تو باور ناقص 2 تي، واضح طلع؟ واضح دكتور واضح. زين هاي عندنا صار هو هذا قيمة شنو هذا؟ هذا باعتبار من فرضنا صار هو هذا الاف اوف اكس، الاف اوف اكس شو صار عندي؟ صار اي تو باور ناقص 2 تي، هذا الاف اوف اكس. تتذكرون احنا من كنا نحل المعادلات التفاضلية الاعتيادية مو الاويلر، كنا نقول اذا عندنا هذا الاف اوف اكس شو يساوي لنا؟ هذا نشيك اذا كان هذا الار تذكرون الى هذا الار ناقص 2 يساوي واحد من قيم الار اللي طلعت هنا قيمتين، اذا يساويها فايش لازم نضرب هنا الاف اوف تي نضربها بايش؟ نقول فاي بارتيكولار شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الثابت قلنا اللي هو نفسه الاف اف اكس، صح ولا لا؟ كنا ايش نقول؟ اذا كان قيمه هذا الار هذا الار اللي هو ناقص 2 يساوي احد قيم الار اللي نطلعها هناك، فلازم اضرب هذا هنا ناقص كنا نسميه اكس،
فاضربه بمتغير مرتفع. هنا انا شوف هسه هذا الاس قد ناقص 2 موجود هنا أنا. نفس هاي الام مو لو لا ناقص 2 نفس هاي الام. فشو اسوي؟ لازم اضرب المتغير مالتي اللي سميناه هنا تي. هناك كنا نسميه كنا نقول نسميه تذكرون ولا لا؟ كنا نطلع ار1 وار2 كنا نشيك الاف اوف اكس اذا كان مثلا اكسبونينشال ار اكس كان نسميه. اذا قلنا هذا الار يساوي احد من الارات فشو نسوي؟ لازم نضرب كل المتغير في اكس صح ولا لا؟ هاي كنا بالمعادلات التفاضليه اللي هي السابقه كنا نسويها. الان نسميها هنا المتغير مالتها سميناه تي باعتبار فرضنا الاكس يساوي اي تو باور تي. فصار عندي الاف اوف اكس صار اي اوس ناقص 2 تي. هنا ناقص 2 هذه الاوس هو يساوي نفس ال هذا الاوس يساوي نفس ال الام. فما دام يساوي لازم اضرب قيمه الاف اوف اكس بمتغير جديد اللي هو تي اضربه ضربناه انا بالتي. واضح بالمتغير تي لانه هذا الاس يساوي احد قيم الام. واضح طلاب لو لا؟ فصار عندي هسه الواي بارتيكولر هذا الواي بارتيكولر صار اي تي اي تو باور ناقص 2 تي. فشو اسوي سعدي؟ تتذكرون شو نسوي؟ كنا نشتقه مره ومرتين حسب ما المعادله الموجوده عندنا. فش عندي المشتقه الاولى مالتها شنو المشتقه الاولى؟ هذا حاصل ضرب دالتين اللي هي اي تي والداله الثانيه هذا. فالاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول. الاول اي تي في مشتقه الثاني مشتقه الاكسبونينشال نفسه في مشتقه الاس واللي هو ناقص 2 هاي مشتقه الاس زائد الثاني الثانيه هو هذا هذا الاكسبونينشال في مشتقه الاول. مشتقه الاول شنو الاي تي مشتقه شنو بس هذا الاي اللي هو هذا الكونستانت ثابت. واضح؟ بعدين هسه اشتق شو اسوي مشتقه الثانيه ايش عادي مشتقه الثانيه هم نفس الشيء هذا باعتبار حاصل ضرب دالتين الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الاول وهذا داله واحده المشتقه مالته. فصار عندي واي دبل برايم هاي قيمتها. هسه اعوض بالمعادله الرئيسيه مالتي. هاي المعادله الرئيسيه المعادله الرئيسيه شو تقول لي؟ تقول لي واي دبل برايم هاي واي دبل برايم هاي واي دبل برايم مالتي. واضح؟ هاي واي دبل برايم زائد 6 واي برايم واي برايم هاي الواي برايم. واضح طلاب لو لا؟ بعدين واضح واضح عندي 6 واي هاي 6 واي همين عوضها هاي الواي هي هذه الواي هاي مضروبه في 6 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الاف اف تي. الاف اف تي يا هو الاف اف صار عندي هذه القيمه اللي اني فرضتها هذه مكان الاكس هي عندي اف اوف اكس اكس اس ناقص 2 احنا حولناها الى هاي القيمه الفرضيه مالتنا تساوي لنا اي تو باور ماينس انتي. بالتبسيط طلعت عندي نطلع قيمه الاي هاي تروح ويا هاي تختصر. فبالتبسيط الاي ايش حيساوي لنا؟ ايش قلنا؟ اللي هنا المعامل معامل اي تو باور ناقص 2 تي يساوي نفس المعامل مال هاي اي تو باور ناقص 2 هاي المعامل مالتها ايش قد؟ واحد. فالاي يساوي لنا واحد من الاي واحد عوض مكان الاي قيمتها واحد فصارت عندي واي بارتيكولر هاي قيمتها زين هاي واي بارتيكولر. انا شو فرضت طلاب؟ فرضت انه الواي بارتيكولر شو قد فرضت اني؟ فرضت بمكان الاكس هذه قيمتها صح ولا لا؟ فلازم هسه ارجعها مو صح؟ هسه لازم ارجعها. واضح طلاب لو لا؟ ففرضت الاكس يساوي لنا اي تو باور تي فالتي ايش قد يساوي لنا معناته هنا؟ التي ايش قد يساوي لنا طلاب؟ واحد يحاكيني التي ايش قد يساوي لنا؟ الاكس فرضناها اي تو باور تي، التي ايش قد يساوي لنا؟
تي سالب واحد بالأولى. لا تي الاكس يساوي لنا اي تو باور تي اكسبونينشال تي. التي ايش كده ايش كده تساوي لنا؟ شو اسوي التي؟ اخذ لم واحد لم للطرفين واحد هاي اي شو واحد اخذ لم للطرفين اخذ لن للاكس اخذ لن للطرفين شو طلع التي؟ اخذ لن للاكس واخذ لن للطرف الثاني مثل ما اسوي الطرف الاول الطرف الثاني المعادله هاي لين يعني تساوي لين الاكس بالضبط اللي وياها تروح فشو يسوي لنا التي؟ يسوي لنا لين الاكس بالضبط لين الاكس. هسه اجي اعوض مكان التي شو يسوي لنا لين الاكس مكان التي لين الاكس عين لين الاكس اي اس ناقصا اثنين لين الاكس صح ولا لا؟ هاي مكان التي. احنا عندنا قاعده باللوغاريتمات هذا يصعد اس للمتغير فشو يصير؟ لين اكس انتبه لي شو يصير؟ اي تو باور لين اكس اس ناقصا اثنين اللين ويا الاي يختصر ايش حيسوي لنا؟ حيطلع عندي لين اكس ا أس ناقصا اثنين نزل بالمقام فشي يصير لين اكس على اكس تربيع اللي هو هذا مختصر كل شغل يعني. واضح شلون صار؟ واضح. هذا واي بارتيكولار. فالواي جنرال الواي جنرال شي يساوي لنا واي هوموجينيوس زائدا واي بارتيكولار. هذا الهوموجينيوس وهذا البارتيكولار هو هذا الجنرال سوليوشن الحل النهائي لل معادلة التفاضلية اللي نوع كوشي أويلر. ناخذ هذه مثال آخر. شوف هسه هذا أدي متغير من الدرجة الثانية ومشتقة من الرتبة الثانية، متغير من الدرجة الأولى ومشتقة من الرتبة الأولى وواي. إذن هاي معناتها معادلة يا نوع كوشي أويلر معناتها. زين هاي تذكرون اخذنا بدايه المعادله التفاضليه من نقول دي اس 2 هنا مضروب بالواي من تدخل معناتها هاي دي سكوير واي اللي معناتها شنو؟ هاي اخذناها بالرموز بالبدايه معناتها المشتقه الثانيه صح ولا لا؟ نقدر نختصرها الى مشتقه ثانيه واي دبل برايم. هاي من نضربها هنا معناتها دي واي، دي واي يعني معناتها المشتقه الاولى. هاي بداية المعادلة التفاضلية أخذناها الرموز هاي معناتها y prime وهاي من اثنين في y يعني اثنين y، فممكن نكتب هاي المعادلة التفاضلية بهالصيغة. فما دام هذه من صيغة كوشي أويلر فنجي نحلها بفرض ال y يساوي لنا x أس m وعرفنا هنا ال x y prime يساوي لنا هاي القيمة وال x تربيع y double prime يساوي لنا هاي القيمة وعوض المكان مكانها وساويها للصفر على ما طلع واي هوموجينيوس سويناها للصفر وعوضنا وطلعنا قسمنا على اكس اس ام. طبعا لما نقسم كلها تروح على اكس اس ام فطلعنا قيمه ام 1 وام 2. من عرفنا ام 1 وام 2 فالهواي هوموجينيوس هاي الصيغه مالتها هي سي 1 اكس اس ام 1 زائد سي 2 اكس اس ام 2 اللي هو 2. هسه نجي عندنا نطلع بعد شنو هسه الواي بارتيكولار. اريد اطلع من اطلع الواي بارتيكولار شو يسوي لنا حسب الاف اوف اكس؟ ما دام اف اوف اكس لا يساوي صفر فاذا النون هوموجينيوس اذا اطلع واي بارتيكولار. واي بارتيكولار قلنا احنا نفرض بحل واي بارتيكولار نفرض الاكس يساوي لنا اي تو باور تي. الاكس اي تو باور تي زين ايش عندنا هنا؟ عندنا 4 اكس تكعيب. فال 4 اكس تكعيب ايش حيساوي لنا؟ حيساوي لنا 4 اي تو باور 3 تي. واضح له لا؟ الاربعه نفس الاربعه انضربنا اي اربعه هذا كعبنا شلون عرفنا؟ مو سوينا تكعيب فهذا نضربه في اربعه وهذا نضربه تكعيب اكعب صح ولا لا؟ من كعبنا الاكس سوينا تكعيب لهذين عند الرفع تضرب الاسس
ثلاثة في تي ثلاثة تي، واضح شلون صارت؟ خاف واحد يقول شلون صارت هذه، واضح؟ تكعيب هذا تكعيب هذا عند الرفع تضرب الأسس، ثلاثة في تي ثلاثة تي. فعرفنا انه هسه الاف اف تي هو هذا. فاذا الواي بارتيكولر شيء يسوي انه ثابت في هذا القيمه الاي تبار 3 تي، ناخذ بس هذا. زين نشوف الام 1 والام 2 يساوي لنا هذا الثابت قيمه ولا ما دام اسويها، فما نضرب في تي. لو هاي واحدة من قيمة الام 1 لو الام 2 تساوي لنا هذا الرقم 3 كان نضطر الى ان نضرب الاف اف هذا في تي، كان ضربنا هنا في تي، ضربنا هنا تي. بس باعتبار ما دام ما موجفها ما يحتاج ان نضربها، ما يصير نضرب تي. عرفت طلاب لو لا؟ هسه ايش عندي؟ عندي هذه حسب المعادله، عندي مشتقه اولى ومشتقه ثانيه، فلازم هاي الواي واي بارتيكولار اشتقها مره واشتقها مرتين. من اشتقها المره الاولى فهي مشتقه الاكسبونينشال بس ينزل ثلاثه، اي هذا ثابت. مشتقه الاس ثلاثه، لان هي شنو هذا؟ اكسبونينشال، مشتقه الاكسبونينشال هو نفسه في مشتقه الاس، والمشتقه الاس هي ثلاثه. هسه اشتقها مره ثانيه همينه، هم المشتقه الثانيه في الاكسبونينشال ينزل ومشتقه الاس هي ثلاثه، ثلاثه وعدي ثلاثه هنا اي صار تسعه اي. هسه اجي اعوض المعادله، نعوض بالمعادله، المعادله طبعا نعوض بها هذه المعادله. هسه بمكان الام تربيع هو يعني معناته هاي الواي دبل برايم، واي دبل برايم شو عندنا؟ تسعه اي اي تفور ثري تي، هاي مكان الام دبل برايم اللي هي نفسها واي دبل برايم، معناته الام بدل الام تربيع عفوا واي دبل برايم. وهنا عندنا شنو؟ ناقصة 3M يعني معناتها ناقصة 3 Y برايم، فناقصة 3 هاي Y برايم، هاي Y برايم مضروب في ناقصة 3 ناقصة 3 في 3 يصير ناقص 9 Y برايم زائدا 2 Y اللي هي 2 2 يعني 2 Y 2 Y 2 في ال Y هاي 2 بعد 2 واي زائد 2 واي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا قيمة ال اف اف تي اللي هو نفسه. فبالتبسيط الاي طلعت عندنا قيمتها، من طلعنا قيمة الاي عوضها مكان الاي هنا اللي هو الكونستانت، فصار عندي واي بارتيكولار قيمته 2 اي تو باور 3 تي. هسه ارجعه الى ما فرضته، انا ايش فارض؟ طلاب فارض الاكس يساوي لنا اي تو باور تي، فاللين اكس يساوي لنا تي، فاشيل التي واخلي لين اكس. ايش يصير عندي؟ حيصير عندي واي بارتيكولار حيساوي لنا 2 اي تو باور 3 لين اكس مكان قلنا 3 يصعد، شو يصير؟ يصير 2 اي تو باور لين اكس تكعيب. اللين وير يروح؟ ايش حيساوي لنا 2 اكس اس 3. هذا قيمه واي بارتيكولاريات. فالواي جنرال يساوي لنا الهوموجينيوس بلس البارتيكولار، هذا الهوموجينيوس وهذا البارتيكولار. فهذا الحل النهائي مال معادله كوشي اويلر. طلاب اكو سؤال ولا لا؟ صوت واضح؟ سمعون؟ لا نعم نسمعك واضح. نسمع دكتور نسمع. اوكي اكو سؤال لو واضح؟ لا واضح دكتور. بس ناخذ هذا اخر مثال وانتم الباقي الامثله تكملوها. مثال اخر، احنا من قلنا انتبهوا رجاء، من نلقي مشتقه من رتبه معينه مضروبه في متغير بنفس درجه الرتبه ذيكي وبكل الحدود، فمعناتها هاي معادله كوشي اويلر. فهنا
مشتقة من الرتبة الثانية، متغيرة من الدرجة الثانية، مشتقة من الرتبة الأولى، متغيرة من الدرجة الأولى. هنا ماكو مستقبة ماكو غير. وتساوي لنا لا تساوي صفر، معناتها هاي نون هوموجينيوس. فشلون نحلها؟ نحلها أول شيء نساوي معادلة الصفر ونفرض إنه قيمة الواي يساوي لنا إكس أوس إم. وهنا ايش حيصير عندي؟ إكس واي برايم ايش حيساوي لنا؟ إم في الإكس أوس إم، والإكس تربيع واي دبل برايم ايش حيساوي لنا؟ إم في الإم ناقصا واحد في الإكس أوس إم. فأشيل إكس تربيع واي برايم، خلي مكانها هذه، أشيل إكس واي برايم هاي اثنين إكس واي برايم أخلي مكانها ما يساويها، وأشيل الواي أخلي مكانها ما يساويها اللي هي إكس أوس إم، وأساوي معادلة قلنا للصفر لغرض إيجاد واي هوموجينيوس. ساويناها للصفر طلعنا قيمة الإم، الإم صار عندي قيمتين ناقص اثنين ناقص ثلاثة. فالصيغة العامة هذه سي 1 إكس أوس ناقص اثنين زائد سي 2 إكس أوس ناقص ثلاثة. باعتبار هذه لا تساوي الصفر المعادلة كانت مالتي التفاضلية، فمعناتها هاي نون هوموجينيوس يحتاج اطلع واي بارتيكولار. واي بارتيكولار شو اسوي؟ اول عملية افرض الاكس يساوي لنا اي تو باور تي، واضح؟ فرضنا الاكس زين، الاكس شو عندي مالتي هنا بالاف او اكس؟ هي لين. ايش يصير؟ فاخذ لين للطرف الاول لازم اسوي للطرف الثاني لين، فلين اكس يساوي لنا لين اي تو باور تي. هذا اللين ويل يروح، فمعناته طلعت عندي تي. من هذه الاف اف اكس طلعت عندي تي. هذه تتذكرون هاي تعتبر من بولونوميال، نوع البولونوميال اللي متعدد الحدود. شنو قلنا متعدد الحدود؟ اللي هي الصيغه مالتها مال واي بارتيكولار هي اي اس تي زائد ام بي وينقص التي واحد، يروح سلم تي صفر. لو عندي مثلا تي تربيع فرضا فالبولونوميال شو يصير؟ اي اس تي تربيع زائداً ب أس تي زائداً سي. تذكرون هاي الصيغة اللي نأخذها بالمعادلة التفاضلية. فإذا باعتبارها أس واحد فحتتكون من حدين بولونوميال متعددة الحدود، من حدين تكون الواي بارتيكولر، حدين هذا حد الأول والثاني. زين إيش عندي؟ عندي مشتقة أولى ومشتقة ثانية، هم أشتقها مشتقة أولى وأشتقها مشتقة ثانية. وجه سعوض بالمعادله مالتي، معادله لازم من عوض المعادله نفس الشيء، عوض المعادله مكان الام تربيع اللي هي واي دبل برايم، واي دبل برايم جد قيمته صفر، هاي صفر هنا ناقصا ام زائدا 6 ام يعني زائدا 5 ام، 5 ام يعني 5 واي برايم، 5 واي برايم، واي برايم جد قيمته اي 5 ام زائدا 6 6 6 واي 6 الواي جي عندي الواي بي اللي هو اي تي زائد بي، ف 6 في اي تي 6 اي تي في 6 بي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا هذا الاف اف تي اللي هو تي. بس بالتبسيط قلنا هسه شنو من بسطناها المعادله، ف 6 اي شو يساوي لنا؟ معاملات التي يساوي لنا معاملات التي، 6 اي يساوي لنا معاملها 1 6 اي، الاي يساوي لنا 1 على 6، والثابت يساوي لنا الثابت، فمنها طلعنا قيمه البي. فاذا الواي بارتيكولار نعوض مكان قيمه الاي والبي اللي سويناها، عوضها ثوابت طلعت هاي واي بارتيكولار. زين هذه التي شنو قيمتها؟ قيمتها لين اكس، فاشيل التي اخلي مكانها ما يساويها، شيل تي خلي مكانه للاكس، فهاي واي بارتيكولار صارت. الواي جنرال يساوي انه هوموجينيوس زائد بارتيكولار، هاي الهوموجينيوس زائد هاي واي بارتيكولار، واضح طلع؟ وهاي اهم الدرجه الثالثه نفس الشيء بعد. هذه هاي اسهل خوي، فقط واي هوموجينيوس، بس واي هوموجينيوس. بس هنا انا ملاحظه، هنا انا اشوف من عندي اكس تكعيب مشتقه ثالثه، اكس تربيع
مشتقة ثانية، اكس مشتقة اولى، فمعناتها ما دام عندي بكل مشتقة اكوش متغير مضروب بمتغير بكل حد، معناتها هذه معادلة كوشي اويلر. هنا انا ما دام اكس تكعيب ومشتقة ثالثة، معناتها عندي ثلاث متغيرات، ثلاث حدود الواي هوموجينيوس. طبعا هنا ماكو واي بارتيكولير لانه الاف اوف اكس يساوينا صفر، فعندي بس واي هوموجينيوس ثلاث حدود، لازم ثلاث قيم، ام صفر ام ناقص اثنين ام ناقص اثنين، ثلاث حدود. وباعتبار هاي الحدين متشابهات لازم ينضرب في اكس هنا، انه اكو متشابه تكون كان الار 1 يساوي لنا ار 2، لازم احد الحدود ينضرب بمتغير اللي هو اكس. اكو سؤال طلاب؟ واضح دكتور؟ واضح. لا استاذ شكرا. واضح هذا بس فتح تطبيق واحد ناخذ على معادلات التفاضليه من الرتبه الثانيه. لو كان عندنا عمود، هذا كولوم عمود، هاي تطبيقات على المعادلات التفاضليه من الرتبه الثانيه، عندنا عمود كولوم واكو على العمود مسلط قوه، هذا عمود مسلط اي قوه اف، هذا عمود مره همنا بين يعني ومنا بين يعني سمبلي سبورت، مرة هنا فيكست ثابت الاسناد مالته، مرة فيكست فيكست، مرة الفري من العمود حر ومن هنا اسناده فيكست ثابت. فإذا كان عندي قوة مسلطة على العمود هذا، هاي القوة شو حسبب؟ كل ما تزداد هاي شو حسبب؟ حسبب توصل إلى مرحلة يسوي بالعمود بكلينج، اللي هو يسموه تقوس، بكلينج اللي هو تقوس باكلينج او تشوه يسموه. هذا التقوس او التشوه حيصير بمسافه معينه نسميها فرضا واي، انتم واخذين يمكن بال اخذتوا يمكن بالستركتشر، اذا عندنا بيم، بيم عندنا واسناد هنا عندنا وهنا ايضا سمبلي سبورت رولر، هنا رولر هنا بين، ونسلط عليه قوة، شو حيسوي؟ حيصير بي ديفلكشن صار ولا هذا التقوس شكل ديفلكشن مالته، يصير بي هطول. هنا بالأعمدة شو حيسوي؟ حيسوي بي بوكلينج. هذا البوكلينج حيصير على مسافة معينة، نتيجة هالبوكلينج شو حيسوي لنا؟ أدي هنا قوة وعندي هذا التقوس، فهاي القوة في هاي المسافة حيعطيني مومنت، عزم حيسبب، وهذا يؤدي إلى أنه يسببنا فشل، لأن حيزيد القوة المسلطة على هذا الكولوم. فلذلك إيش لازم نطلع؟ نطلع يسموه الحمل الحرج، الكريتيكال لود، اللي يسبب هذا التقوس أو التشوه. لازم نطلع الحمل الحرج اللي يسبب هذا التقوس أو التشوه. واضح؟ عمود مسلط عليه قوة، نتيجة هاي القوة يبدي شي يسوي تقوس أو تشوه. هذا التشوه حيصير بمسافة معينة، فالقوة في هاي المسافة حيسبب لنا عزم، حيسلط عزم على هذا العمود، فهذا العزم وزيادة القوة يسبب لنا تشوه بال وفشل بالعمود، فهاي يسموه الحمل الحرج، a critical load، الحمل الحرج. معادلة العزم، هاي قيمة العزم، هذه شي يسوي لنا الستيفنس مال كولوم اللي هو شنو هذا الاي، هذا الاي معامل مرونه مال عمود، في الاي، الاي شنو هذا؟ المومنت اوف انرشيا، عزم القصور الذاتي في المشتقه الثانيه هذا التشوه اللي هو هذا التقوس، المشتقه الثانيه للواي، المشتقه الثانيه للواي. واضح؟ وهاي انت احفظ بس هاي المعادله، هاي المعادله انه قيمه العزم شي يساوي ان الاي هو معامل المرونه في الاي اللي هو عزم القصور الذاتي او المومنت اوف انرشيا في المشتقه الثانيه للواي، هاي المسافه. فالمشتقه الثانيه للواي شي يساوي ان ام على اي اوفر اي. واضح؟
فمن هاي المعادلة نقدر نطلع قيمة التقوس بالعمود أو الفشل التجوه بالعمود، وأيضا نقدر نطلع قيمة الحمل الحرج. سنأخذ مثال بسيط عليها. Along cylinder column. Cylinder يعني نحيف، هو دائما التقوس وين يصير؟ بالأعمدة الطويلة والنحيفة. النحيفة اللي يصير القطر ما يعني المومنت اوف انرشي مالتها قليل وصول طويلة. فالونج سلندر كولوم عمود نحيف وطويل اوف لينث بطول L، طول العمود L، قلنا لنا هنا L العمود طوله، with uniform cross section، المقطع مالته منتظم من البداية للنهاية، مقطع العمود منتظم. Fixed at as shown the column. The column is compressed by a load. هذا العمود مسلط عليه قوة انضغاط بقيمة F. قوة انضغاط بقيمة F، هاي قوة انضغاط مسلط عليه F. Determine حدد the possible deflection curve. حدد الهطول أو التشوه، منحني التشوه المحتمل للعمود. And the load required to product each one، وقيمة القوة المطلوبة لهذا التشوه. حدد شكل التشوه المحتمل وقيمة القوة اللي تسبب هذا التشوه. فمن انسلط هذا العمود التشوه هنا حيصير هنا، هذا شكل التشوه مال العمود، هذا التقوس أو التشوه مال العمود. واضح هنا هذا العمود مالتنا هنا من بين يعني هنا هاي ما دام هنا بين مستند بهالاتجاه ومستند بهالاتجاه، فما حيصير بي ديفلكشن يمنى ويسرى بمكان الاسناد. هنا مكان الاسناد اللي هو هذا ما يصير بي ديفلكشن لا يمنى ولا يسرى بمكان الاسناد. وايضا هنا ما دام روله مين ما يصير بي حركه جانبيه، لاترال موفمنت، حركه جانبيه ما يصير بي. واضح عندنا احنا هاي قوة في هاي المسافة اليو، هاي من هنا تقوس اليو، من هنا اعلى قيمة للواي، هاي مسافة واي. شوف عين ما يمغلية هاي الواي، القوة في هاي المسافة شو يسمى منه؟ طينا عزم مومنت اف قوة في ناقصا واي، لان اتجاه هاي اتجاه الموجب، فهي حتسوينا عكس هذا اتجاه الموجب مال الام، فهي حتسبب لنا هاي اتجاهها فيصير سالبه ناقصا اف واي العزم. احنا عندنا معادله العزم شو يساوي لنا؟ المشتقه الثانيه شو يساوي لنا؟ ام اوفر اي اي، فنعوض مكان الام ما يساويها اللي هي ناقصا اف واي، ايش صار عندي معادله؟ وايش حيساوي لنا؟ زائدا نقولها هالطرف، هاي نقولها هالطرف، واي يساوي لنا زائد اف على اي اي في الواي يساوي لنا صفر. فهاي حصلنا على هاي المعادله التفاضليه. واضح هاي معادله التفاضليه اللي هي من الرتبه الثانيه. نحل المعادله التفاضليه بالطرق الحل الاعتياديه، شو يساوي لنا؟ ام تربيع هنا نعوضها، هنا انشال، تذكرون كنا نحل نحول نسميها هنا كنا نسميها ار تربيع، هنا نسميها ام تربيع، نفس الشيء قلنا نحول المعادلة التفاضلية من الرتبة المعينة إلى معادلة من تلك الدرجة، فهي من الرتبة الثانية حولها من الدرجة الثانية. وهذه طبعا هاي مال المعادلة التفاضلية السابقة، مو مال كوشو، إلى لأنه ما بها ما مضروبة في متغير، نفس الشيء. واضح فجينا نسميها هناك R تربيع، أنا نسميها نفس الشيء M، أي متغير معين نسميه. فالأمش حيساوي لنا زائد ناقص ناقصا هاي القيمة نقول الطرف، فالام 1 والام 2 يساوي زائد ناقص تحت الجذر سالب، هنا سالب ولا نهاية سالب. فاحنا شلنا السالب سمينا ابن اللي هو اي اللي هو الجذر سالب واحد. فاذا قيمتين الحل كان شي يساوي ما دام هذه قيم ايماجينري، فهو كان الحل يساوي اي كوساين هذه البيتا
هاي البيتا، والالفا هنا صفر، الصفر هنا الالفا، فما ذكرنا هنا. وهاي البيتا، بيتا اكس ساين كول بيتا اكس. فهسه شو نسوي؟ نريد نطلع قيم الثوابت الاي والبي. شو نطلعها؟ من خلال الباوندري كونديشن. شنو الباوندري كونديشن عندي هنا؟ الباوندري كونديشن هو انه هنا بال عندما يكون هنا ال... هنا على الار قيمته صفر، يعني بالبدايه جل عندي ديفكشن التشوه صفر، لانه هنا بالبدايه وبالنهايه ماكو ديفلكشن، هذا قيمه واي شفناه صفر، شفنا قيمه واي صفر. فمن الطول العمود صفر، الديفلكشن صفر، ف واي شو يساوي لنا؟ صفر، قيمه الديفلكشن صفر عندما يكون الطول صفر، اللي هو واضح طلاب لو لا؟ واضح. عيدة لو واضح طلاب. واضح دكتور. نعم. إذا أمكن عادة أستاذ. ترى هذا السؤال يجي، ترى نفسه يجي هذا السؤال مال ديتكشن مال كولوم، يجي نفسه بالضبط. عيدة. أي والله نكون ممنونين أستاذ. إحنا قلنا هاي المعادلة تحفظها. اللي مشتق الثاني يساوينا ام على اي اوفر واي، على ام على اي اي، زين. مشتق الثانيه للديفلكشن يساوينا العزم على اي اللي هو هذا اللي شنو هذا؟ قلنا معامل المرونه، والاي مو متوفر شيء للعمود، زين. احنا من سلطنا هنا قوه على العمود، سببت القوة هاي، سببت تشوه، هذا التشوه، هذا سببت هذا التشوه. هذه المسافة منا لهنا جل قيمتها، منا لهنا التشوه قيمتها واي. القوة في المسافة شو يسوي لنا؟ عزم. القوة هاي اف في هاي المسافة عزم، فالعزم اتجاهها مين؟ هذا، والعزم السالب الموجب عندنا هذا اتجاهه، وهاي عكس فيعني سالب. فالام شو يسوي لنا؟ القوة اف في المسافة واي باعتبارها في الاتجاه فهو سالب. واضح هسه قيمة العزم طلعنا. المشتقة الثانية للديفلكشن شو يساوي لنا؟ يساوي لنا العزم على اي اي، شيل العزم خلي ما يساوي وجيب هالطرف، فصارت عندي معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية، واي دبل برايم زائدا اف على اي اي واي. هسه اريد احل هاي المعادله التفاضليه، احول المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه الى معادله من الدرجه الثانيه، حولناها مكان واد برايم سميه هنا ام، سميها ار تربيع، شو تدري سميها؟ سميها شنو نسميها احنا بالحلول مالتنا سابقا؟ ار، سميها ار، سميها اي متغير، وصار ام تربيع. شو يساوي لنا؟ حولها الطرف ناقصا اف على اي اي، الام 1 والام 2 سوينا زائد ناقص تحت الجذر هاي القيمة، وهاي القيمة سالبة، فطلعنا السالب واحد سميناه اي، فهاي ايماجينري. السوليوشن جنرال سوليوشن شو يقول لي اذا كان عندنا قيم ايماجينري؟ اذا تذكرون الحل العام يساوي لنا اي تو باور الفا اكس، تذكرون ولا لا؟ هيك كان صيغة نقول اي كوساين بيتا اكس، انتم المفروض حافظين هاي الصيغة، زائدا بي ساين بيتا اكس. هسه نجي هسه الالفا جت قيمتها هنا، الالفا صفر، فهي راحت، هذا كله صار اي والصفر يعني واحد قيمته راح. البيتا جت قيمتها هاي البيتا، هاي البيتا عوض مكان البيتا، يعني جذر اف على اي اي، الاف قلنا هاي القوه، والاي معامل المرونه، والاي عزم القصور الذاتي، زائد بي ساين. اوكي اذا هسه هاي الجنرال سوليوشن، هذا الحل العام مال المعادله التفاضليه. هسه لازم اطلع قيمه الثابت الاي والبي. شلون اطلع قيمه الثابت الاي والبي؟ بكل سهوله اروح على الباوندري كونديشن. شنو عندي باوندري كونديشن؟ يعني
عندي من المسافة قيمتها صفر، يعني بالبداية الديفلكشن قد قيمته صفر، التشوه صفر. هاي مو هاي الاكس، هي هاي الاكس من هنا، هي هاي الاكس من هنا، هي الاكس تمشي هيك، الاكس هاي الاكس، الاكس من قيمته هنا بالبداية، هنا بعد ما ماشي هنا قيمه الاكس صفر، ايش قد الديفلكشن هنا؟ قد شوف التشوه، ماكو تشوه هنا، هاي مسنده منه ومنه، ما يخلي يتحرك له، ما تجي تشوه. فمن قيمه الاكس صفر التشوه صفر. شوف هاي من الواي عندما الاكس صفر، عندما الاكس صفر ايش قد الواي؟ هاي الواي ديفلكشن صفر، هاي يعني واي ات اكس، من الاكس صفر المسافه صفر تشوه صفر. زين الاكس بدت من هنا مشيت وصلت هنا، هنا ايش قد قيمه الاكس؟ هنا وصلت للنهايه، يعني قيمه ال وصلت اعلى قيمه، ايش قد هنا تشوه؟ هم صفر. فالواي صفر عندما الاكس ال، يعني اعلى قيمه بالنهايه. فعندي من خلال هاي الباوندري كونديشن الحالتين اقدر اطلع قيمه الثابت الاي والبي. هسه عوض اكس، عوضها صفر، هاي عوض صفر اكس، الديفلكشن يساوينا صفر، هاي صفر، هاي الديفلكشن صفر، الاكس صفر والهذا الاكس صفر. زين صفر في هذا هم صفر، ساين الصفر ايش قد قيمته؟ صفر. هذا كله راح لحاله، كله راح صح ولا لا؟ اذا صفر في هذا صار صفر، كوساين صفر ايش قد قيمته؟ كوساين صفر قيمته واحد، كوساين صفر واحد. فالاي جي حيساوي لنا اي طلع قيمته صفر، فهمنا قيمه الثابت اي طلعنا صفر، واضح؟ خلصنا استنى الاي. اجي الحاله الثانيه، الحاله الثانيه شو يقول لي؟ من الاكس قيمتها ال فالديفلكشن صفر. زين الديفلكشن هذا يعني المرحله الثانيه تبيها، هذا الديفلكشن شو عين؟ عوضناه صفر. عندما الاكس، الاكس شو قيمتها؟ ال، الاكس شو قيمتها؟ ال. زين اني الاي عندي ايش قد هنا مطلعها الاي قبل شويه؟ صفر. فهذا الحد كله راح، ف هذا الحد كله راح صح، ايش حيساوي لنا؟ فالصفر ايش قد حيساوي لنا؟ الصفر ايش حيساوي لنا؟ يساوي لنا بي ساين تحت الجذر اف اي اي في ال ال. زين هسه ايش عندي؟ هاي القيمة بتساوي لنا صفر، فش عندي احتمالين؟ اما البي يطلع لنا صفر او الساين مال هالقيمة صفر. هنا عندنا احتمالين، اما بي صفر او الساين هو صفر. اذا البي صفر فالمعادلة مو المنحنية، صارت معادلة ايش لا شيء، لانه الثابت اي صفر والبي صفر، فاصلا المعادلة انتبه لي، اذا الاي صفر والبي صفر فالمعادلة صارت شنو؟ وين اكو معادلة؟ صارت عندي واي يساوي لنا صفر، مو منطقي يعني. فاذا البي ما ممكن يساوي لنا صفر، منو الاحتمال يساوي لنا صفر؟ اذا احتمال يساوي لنا صفر هو الساين، فاحتمال الساين تحت الجذر اف اوفر اي اي في الال يساوي لنا صفر. ايش وقت هذا الساين يساوي لنا صفر؟ يساوي لنا ايش وقت رسم الساين؟ حافظين انتم رسم الساين ان شاء الله؟ هذا الساين رسمه يبدي هيك راسه صح ولا لا؟ عين من عندي قيمة الباي بالباي بالصفر وبالباي هنا، الباي يعني جيد 180، وعندي شو وقت الصفر يجي هنا بال2 باي، وعندي بال3 باي، اذا يجي صفر عندي من يكون ام باي، ان هذا عداد يعني من 1 2 3. الصفر ليش ما اخذه؟ لان الصفر اني بالبدايه اشتغلت على الصفر ياته، فلما اخذ الدوره خذ ما صفر، لازم اخذ مال وراها، فاذا اخذ من واحد صعودا، فالعداد مالتي يبدي 1 2 3. شو وقت عندي الساين صفر؟ من يكون عندي الباي وال2 باي، يعني الزاويه قيمتها 180 وقيمتها 360 من قيمتها 540، يعني هذا من يكون عندي 1 2 3 وهكذا، كل ما يجيني باي عندي الساين صفر. فمعناتها هسه هاي صارت هاي المعادلة، مكان الصفر عوضنا الباي، فصارت عندي هاي المعادلة ربعها، هذه ربعها تربيع،
بالتربيه ايش حيسوي لنا؟ اللي اطلع قيمه الاف كريتيكال شلون تبدي هسه بالتربيه ربع هذه شو يصير عندي الجذرين شايل شو يصير اف على اي اي مو ربعناها كل حد ال تربيع يساوي ان ان تربيع باي تربيع صح ارد اطلع الاف وحدها فالاف شو يساوي ان هذا حول هالطرف اضربه في هالطرف حيصير عندي حيصير ان تربيع باي تربيع في الاي اي على ال تربيع هاي المعادله مال اف كريتيكال يعني اللود الاف يعني اللود الحرج اللود الحرج اللي يسبب لي تشوه الان اقدر اشيلها ليش لان اني من عندي قيمتها واحد اول شيء يعني اول شيء حيسبب لي فشل فاكيد الثاني والثالث حيسوي لنا فشل من قيمتها الان واحد سبب لي فشل اكيد الثاني والثالث بعد انتهى العمود هو فشل فالغي باقي الاعلى القيمه الاعلى فاخذ بس قيمه الادنى اللي هي واحد فواحد تربيع يروح شو يبقى لي يبقى لي هذه معادله اللي يسبب بيها البكلينك للعمود او فشل للعمود واضح طلاب زين هسه اجي اعوضها من بالواي الاكس اقدر اعوض مكانها هاي معادله الواي اكس التقوس او الديفلكشن شيب